وتحتفل كنائس مصر مساء اليوم بعيد الميلاد المجيد بإقامة قداس عيد الميلاد. وللمزيد حول احتفالات أعياد الميلاد المجيدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد رفعت من مطرانية أخميم بسوهاج. محمد، ضف لنا الأجواء استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد اليوم. نعم، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة، كل عام وكل المصريين بخير وفي خير وعلى قلب رجل واحد. أقف الآن داخل مطرانية أخميم، وهي واحدة من 6 مطرانيات أعلنت جاهزيتها لاستقبال المحتفلين والمهنئين بعيد الميلاد المجيد، وأيضا استعدادها لاستقبال المصلين والمشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد. منذ قليل أنهت هذه المطرانية هذه القاعة التي بالخلف وأنهت كل جاهزيتها لاستقبال المصلين. أيضا كل المطرانيات الموجودة والكنائس الموجودة في محافظة سوهاج أيضا انتهت من هذه الإجراءات مع تجميل وتزيين مداخل الكنائس والمطرانيات. الأهم في محافظة سوهاج وهو جاهزية الدير الأبيض والدير الأحمر، من أهم المزارات السياحية والأثرية للدين القبطي، جاهزيتهما لاستقبال المحتفلين والمهنئين، وأيضا إعلانهما إقامة قداس عيد الميلاد المجيد داخلهما بعد ساعات ربما من الآن. رصدنا خلال الساعات الأولى من اليوم توافد المئات من الأخوة المسيحيين من محافظة سوهاج ومن المحافظات المجاورة إلى الدير الأبيض والدير الأحمر في غرب مدينة سوهاج للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد. محافظة سوهاج بدورها كانت قد أعلنت حالة الطوارئ للدرجة القصوى في مختلف مرافقها إذانا بالاستقبال عيد الميلاد المجيد. نعم. عند مدخل هذه المطرانية على سبيل المثال نجد تواجد أمني، سيارة إسعاف متواجدة بالقرب من هذه الكنيسة لتأمين المحتفلين خلال هذا اليوم. إليك الكلام. أشكرك محمد رفعت من مطرانية أخميم بسوهاج.